له منك، انت اللي عاونتي هنزم انت. عم انت كنت تسولف علي عمي. انا شفت واضحه وهي تقود فرسك هذا اللي انهزم بيه سلم حرم، يجوز انها تكون مخبيته بيه. شو تقول هيول؟ اسكت اسكت. شلون اسكت يا عمي؟ شلون اسكت وهي اطلقت سفر القبيله اللي ذبحت ابوي؟ شلون؟ اسمع يا ولد، ملعون انه طلت الكلام هذا مره ثانيه، غير اذبحك ذبح النعاج، تفهم؟ ليه؟ ليه يا عمي؟ ليه؟ ليه؟ وضحة يا وضحة يوبا يا وضحة. خير خير يوبا، تبي شيء؟ تبي زمان نايمة؟ اي يوبا ليه تسأل؟ الدواج نهزم لحد البيت، ما شفتيه او سمعتي صوته؟ لا يوبا ما سمعت شيء، وش السالفة؟ ما في شيء، ارجعي كملي نومتك. السلام عليكم. السلام. يا ولد مسعود صب قهوة. أقول يا عمي، وأنا بالطريق لقاني مرسال وحملني لك رسالة. وش هي الرسالة؟ رسالة غريبة عجيبة ما فهمت منها شيء. يقول بي رجل من درتنا امسكوه عرب الشيخ عقاب. وش اللي تقوله؟ ما أدري. تسلم يا مسعود. سالفة تقلب الراس، يقولون سبر من ديرتنا، حنا رسلنا حد يسبر ديرة الشيخ عقاب. وبعد ما مسكوه وش ساوي بيه؟ اطلبوا طلب غريب، يحط العقل بالكف. وش هو الطلب؟ المطراش يقول ان ودكم رجلكم يعاود معزز مكرم ترسلون الشيخ سلطان مكتف من غير سلاح ومن غير ناس. لزوم يضخها، لا ما يضخها، يذبحها. إيه يذبحها من الوريد للوريد. الله يهداك يا أخوي، يجوز إنها ما هي وضحة. أقول لك شفتها بعيوني هذول وما حد علمني. دي سلبدت من لم حرم وقادت الفرس، وبعدها قفز الدواج عليه وانهزم. ما كون أخو عليا إن ما كانت مخبيته بلا محرم. حرام عليك يا عليان، لا تظلم وضحة. ليه تخفي رجل غريب بلا محرم وهي تدري إنها تنذبح؟ لله ما هقيت إنه وضحة تعمل هيك، حتى لو كانت هوا بن عجلان تموت روحها لجلة، ما هقيت. لكن اللي استغربه عم الشيخ عقاب يكذبني وصدقها. ليه؟ بدري طالع زين يا عليان، ترى إن كنت متوكد أنا عندي طريقة تخلي عم عقاب يكشف بيها وضحة، وإن ما كنت متوكد ترى جزاتك كبيرة. أنت ليه خايفة؟ أقول لك شفتها بعيوني مثل ما أنا شايفك قدامي. علميني وإيش الطريقة. اسمعني زين، إن ما راح يذبحون ابن عجلان. وين راحت انت؟ ما يذبحونه؟ شلون ما يذبحونه هم وهو ذبح الشيخ دحام ودمهم هدور بكل ديرة عقاب؟ يا اخوي سلطان، ابن عجلان راح من كيفه، ما حد اجبره. وانت عقيد القوم يا اخوي، وحنا عباب حرب. هالحين لو اني مكان ولد عمي يتركني ولد عمي؟ لا ما يتركني. لا يا ولدي، المن تتركنا من حال المن؟ لله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، اجاك يا ولدي تسمعني. في اي حال شغلته وعملته الكذب بالديره، وانت تعرفه زين. خلنا نتوكد من السالفه بالاول. لله ما يكذب يا يمه، لانه ما يعرف بسالفه السبر من الاول.
جيب فليحان خلوه يقر ويعترف، وعقبها انت ورالك. قالوا اثر يوبا تقول الارض انشقت وبلعت. اتعبتم روحكم بلي فايده. وش تقصد يا عليان؟ الدواج يوبا كان متخبي بالديره، ويوم قفيته سرق فرسه وانهزم، طخوا عليه وما صب. كان بالديره هان، فتشنا كل بيوت الديره حتى المحارم. بعد لي بيت ما فتشتم بيه. بيت من؟ يوبا ابيك كلمتين راس براس. تامر يوبا. ما انا فاهمه وش اللي تغزينه. اسالك وش اخباري بن عجلان؟ وش اللي ما تفهمينه؟ وانا وش يدريني عن بن عجلان؟ انا اللي اعرفه كل القبيله تعرفه. الرجل كان سبر بديرتنا وانهزم. علامتش ليه تبحرين بيا؟ بلا محرم، بلا محرم تخبين شيخ القبيله اللي ذبحت ابوي؟ بلا محرم؟ بل اول سلطان هو اللي ذبح ابوك، ما هو بن عجلان. والثانيه اسمعي يا عيني. اسمع انت يا وضحه، ترى اللي سويتيه تستاهلين عليه الذبح، حتى لو كنتي بنت شيخ. الشيخ اللي حطيتي راسه بالتراب وفضحتيه بين القبائل. انا ما سويت شيء من اللي براسك. زين يا وضحه، ترى البشعه تصدق الصادق وتكذب الكاذب. البشعه، وهذه السالفه اللي سولف عليها، وش رايك يوبا؟ يجذب يوبا عليان، يجذب يوبا. وضحه ما تسويها، وضحه اختي وانا اعرفها زين. وضحه ما تسوي الرديه. يوبا ان كان عليان يجذب، شلون ابن عجلان انهزم من يم بيتنا وانت تدري ان بيوت العرب كلها تفتشت ما عدا بيتنا؟ ولا تنسى ان ابن عجلان راعي معروف مع اختك وضحه. يوبا يوبا والله هذه سالفه تحير، مير لزوم نعرف الصادق من الكذوب. بسيطه، نقابل وضحه وعليان بالبشع. امشي ادخلك يا ولد عمي. امشي يا ولد عمي، ادخلك يا ولد عمي. تحسب حالك ودك تنهزم مني؟ وليه انهزم منك؟ وش تريد مني؟ وش السالفه اللي تجذب بها هذه على السبب؟ انا ما كذبت، انا قلت السالفه اللي قال لي اياها الرجل اللي جاني. زين، عيد للسالفه من الاول. الحين دور وضحة. يا هلا بعمي، يا هلا بعمي. هلا بيك يا مسعود، شلونك؟ هلا بعمي. يلا تعبرني شيء؟ أريدك سالي أبو غانم. عم الشيخ عاود. I'm the chef.